اولا بغيت نعبر عن الحزن العميق ديالي على ما جرى في نيوزيلندا، لانه حقيقه كيمشيو ضحايا، عشرات الضحايا شهداء وعشرات الجرحى. لماذا؟ لانهم كانوا يصلون، يعني كانوا غير على برا. هذا اولا. ثانيا، ما جرى في نيوزيلندا يؤكد ما أكدناه دائما من أن الإرهاب لا لون له ولا طعم ولا وطن. نقف اليوم هذه الوقفة لأداء جزء من الواجب تجاه ما حدث من حدث أليم في نيوزيلندا، حيث ذهب ضحيته هذا الحادث الإرهابي، الهجوم الإرهابي الجبان والشنيع الذي راح ضحيته 50 مسلما من المصلين الآمنين في المسجدين. وهذا الأمر، أماكن العبادة التي تقر كافة الشرائع السماوية وأيضا القوانين الوضعية بأن لها حرمتها ولا يجب أن تداس. الموقف المغربي أعتبره مشرفا، فقد سارع جلالة الملك بموقف يعني يعزي فيه نيوزيلندا وأيضا يستنكر هذه الجرائم البشعة. هو في الحقيقة هذه الوقفة هي تعبير عن مختلف مكونات الشعب المغربي، أحزاب، نقابات، مجتمع مدني، ضد كل عمل إرهابي دموي إجرامي أينما كان، وكما يقال الإرهاب لا دين له. جيت نستنكر هذا الحادث اللي وقع في نيوزيلندا، لود الناس اللي ماتوا في المسجد، الناس كيصليوا قابلين مع الله وقتلوهم، شي حرام وعيب، وخاص يكون السين في جميع البلدان وما خاصش يكون بوغدو الكراهية. Vivat mi terra!